الإمام المهدي موجود ويصلح في الأمة حتى لو لم نشعر به، والقرآن لا يجد مانعاً من هذه النظرة. من منا لم يقرأ في القرآن عن رحلة نبي الله موسى وفتاه والعبد الصالح الخضر والحوادث العجيبة التي بدأت بحادثة السفينة؟ بدأت رحلتهم عندما أرادوا أن يعبروا البحر، فركبوا في سفينة لمجموعة مساكين يعملون في البحر، فقام الخضر بثقبها لعلمه بأن هناك خطراً ينتظرها، فقد كان هناك ملك ظالم يأخذ أفضل السفن ويترك السفن التي فيها عيب أو نقص. فلما أتى ورأى الثقب الذي صنعه الخضر تركها لهم. لقد أعاب الخضر السفينة بشكل لا يغرق أهلها، ولكن يصرف نظر الملك الغاصب عنها، فحفظ بذلك مصالح مجموعة من المساكين دون علمهم. وكذلك الإمام المهدي، فهو يحافظ على شيعته وعلى الكيان الإسلامي في غيبته. هذا ما صرح به رسول الله إلى جابر الأنصاري الذي سأله: هل ينتفع الشيعة بالقائم عليه السلام في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب. وهذا عين ما صرح به الإمام المهدي عجل الله فرجه في رسالته إلى الشيخ المفيد: نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء.